مزيد عن طبيعة المشاركات العربية في مهرجان كان وما احتمالات المنافسة والفوز، يشرفنا في الاستوديو الكاتب والناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي. صباح الخير. صباح الخير، كل سنه وانتم طيبين. وانت وانت طيب يا طيب رب. يعني طبعا اكيد استاذ طارق انت راح رمضان تحضر وكان المهرجان. الاثنين قريبين من بعض. استاذ طارق، المهرجان راح يبدا يوم الثلاثاء وراح ينتهي يوم 19 مظبوط. من الشهر. كيف شايف الافلام المشاركه في المهرجان؟ الافلام العربيه طبعا كيف راح تكون؟ طبعا قويه، ضعيفه؟ طبعا، ده المهرجان ده يعتبر عنوان السينما في العالم كله، مهرجان كان. برغم انه مش الاسبق، يعني فينيسيا سبقه بشويه، ولكن هو العنوان الرئيسي في العالم كله للسينما العالميه بكل اطيافها. احنا كعرب حظنا مش كبير قوي في كان، يعني رصيدنا قليل. خدنا مظبوط. مره الفيلم الجزائري وقائع سنوات القمر لمحمد الاخضر، حمينا ربنا يديله العمر، خد السعفه الذهبيه. مارون بغدادي خد لجنة التحكيم، ده مخرج لبناني معروف عن فيلم اسمه خارج الحياة. ليا سليمان أيضا مخرج فلسطيني معروف خد جايزة لجنة التحكيم عن يد إلهية. نفس الأخضر حمينة خد قبل كده السعفة، مش السعفة، بيسموها الكاميرا دور، اللي هو الجائزة جائزة العمل الأول سنة 68 عن أول أفلامه ريح القرص، بس قليل انما خدنا كويس. قليل. السنه دي انا شايف انه في لاول مره فيلمين عربيين في المسابقه الرسميه، فيلم يوم الدين، يوم يوم الدين الدين، وفيلم كفر نحوم، وفيلم كفر نعوم او نحوم لنادين نادين لبكي. لبكي. نادين طبعا مخرجه معروفه ومش اول مره تشارك في كان، شاركت اكتر من مره. كان هلأ لوين، ولسه كنت بسأل هلأ، لسه هلا ما غششني كارلوس. هلا يعني هلأ دلوقتي. يعني الآن أو دلوقتي ايوه. باللهجة المصرية، وسكر بنات أو كراميل قبله، لكن لأول مرة تشارك في المسابقة الرسمية. رسمية، صحيح. ناهيك عن إنه عندنا كمان فيلمين في قسم مهم قوي، نظرة ما. يعني إيه نظرة ما؟ عشان طبعا الناس تبقى عارفة، نظرة ما قسم بياخد الأفلام اللي بتحمل نوع من التجديد تمام. وغير تقليدية في العالم كله، فوقع اختيارهم على فيلمين وبالصدفه لمخرجتين. يعني طبعا المسابقه دي فيها حوالي 16 فيلم، لكن لما يكون عندك اتنين عرب اظن تبقى حاجه تستحق الاشاده والفخر. يعني حضرتك شايف مريم بن انه مبارك فيلم، دي مخرجه مغربيه عامله فيلم اسمه صوفيا. في كمان فيلم قماشتي المفضله لمخرجه سوريه اسمها جيجي، مش فاكر بقيه الاسم. فاحنا يعني السنه دي الحقيقه، بالاضافه الى جودار، وده مخرج فرنسي مشهور قوي، داخل المسابقه الرسميه فيلم اسمه صوره الكتالوج. او تمام. الفيلم جزء كبير منه مصور في تونس وبيتحدث ايضا عن دوله عربيه في المطلق، فاكيد هتلاقي اللغه العربيه حتى مع جودار موجوده. راح فانت تكون موجودة وثابتة كمان حضورها. فبتتكلم على تعرف يقول لك ايه، سيد مكاوي لغنوة مشهور الارض بتتكلم عربي، أيوة. كان السنه دي بيتكلم عربي. طيب، يعني مثل ما ذكرت حضرتك وذكرنا بالمقدمة انه في يعني في الفيلمين يلي رح نتكلم عنهم، يوم الدين يلي هو بيتكلم عن صبي مصاب بمرض الجذام، هو وبنفس الوقت وبنفس انا طبعا هو انا في حل ان احكي عن الفيلم بالتفصيل، لانه ادبيا الفيلم لسه هيتعرض يوم الاربعاء اللي جاي، بيتعرض رسميا، ولكن انا شفته بشكل يعني بشكل خاص. الفيلم فعلا جريء. هو مش هو رجل في الخمسين من عمره، تجاوز الاربعين، يعني في بيسموه في العقد الخامس، قزم وعنده كمان جذام ولديه اعاقه. لكن الجذام عشان الناس بعرفه هو مرض غير معدي في مرحلة، يعني خلاص في مرحلة ما، بس الثقافة الشعبية بتجعل مريض الجذام بيتم ان احنا بنتجنبه. فينا نقول انه الافلام العربيه يلي مشاركه، ولا اجمالا الافلام العربيه، ولا حتى اذا بدنا نحكي عن افلام نادين لبكي، يوم فيهم بيكون رساله، يعني عم بيضووا على رسائل معينه بتكون بالمجتمع العربي، ولا كل بيئه بيكون عم بي يعني كل فيلم عم بيعبر عن بيئته.
ده صحيح. صحيح. في فترة ما كانت الأفلام دايما بتتكلم على موضوع الرهاب والتطرف اللي احنا بنعاني منه، مظبوط. والإسلاموفوبيا وبتاع بيعاني منه العالم كله. كويس. الفيلمين أنا لسه ما شفتش، يعني ما قريتش كتير عن الفيلمين المغربي والسوري، لكن الفيلم اللبناني والفيلم المصري بعاد عن موضوع التطرف بشكله التقليدي المباشر. لكن هو الفيلم المصري البطل مسيحي الديانة، اسمه بشاي، يعني اسمه الدرامي يعني بشاي، ورغم ذلك مش هتلاقي موضوع التطرف الديني له معنى. يوم الدين هو يوم القيامة، تمام. يعني يوم الدين، وإنه البسطاء بيستنوا يوم الدين، يعني الدنيا ما بتدهمش حقهم، نعم، لا، فبينتظروا فبيستنوا يوم الدين. يوم الدين، أستاذ يوم طارق، الدين. يعني الأعمال العربية تقريبا، يعني الفترة اللي فاتت في مهرجان كان كانت غايبة تماما تماما. تماما شوية وأنت مبالغة. حضرتك كمان السنة الماضية صرحت، قلت إنه حتى كمان الأعمال الموجودة في مهرجان كان مش بالمستوى أو أقل كمان من المستوى المفروض أنت بس السنة كنت اللي فاتت تتوقعه. تونس، وبرضه مخرجة، ودي مسألة الحقيقة لازم نبص لها باعتزاز، كانت كوثر بن هنية عاملة فيلم اسمه على كف عفريت، تمام، كان في قسم نظرة ما برضه، ففي موجودين، وكان موجودين. فيلم مهم. تتوقع انه الاعمال الموجوده في مهرجان كان السنه هاي رح يكون بالقوه اللي احنا بنطمح لها دايما؟ بصي، النتيجة يوم 19 الجاري، انا عندي امل كبير انه، انت عارف دايما بيقول لك التمثيل المشرف، نعم، لا، عندي امل ان السينما العربية هتتخطى حاجز التمثيل المشرف، المشرف، وناخد حاجة، ناخد جوائز. وخاصة انه كمان يعني المملكة العربية السعودية عم بتشارك بتسع افلام طبعا قصيرة طبعا، لأول مرة، ده مهم لأول جدا، مرة. لأول مرة ان المملكة العربية السعودية بتشارك اولا في السوق، دي رقم واحد لأول مرة. المرة اللي بعدها انه لها 9 افلام، طبعا مش عشان للحق، مش لأول مرة المملكة العربية السعودية بقى لها افلام في مهرجان كبير. قبل كده في مهرجان برلين كان محمود الصباغ، وده مخرج سعودي، كان له فيلم كويس، تمام. ففي يعني عايز اقول، وقبل كده وجده اللي هو هيفاء المنصور، ودي هيفاء مخرجه المنصور، صح، سعوديه معروفه، كانت فيلمها مرشح للاوسكار افضل فيلم اجنبي. يعني استاذ طارق، انه يبدو انه النساء تقريبا يعني بيحققوا انجاز كتير كبير في وجودهم بالمهرجانات وتحقيق الجوائز العالميه كمان. طبعا يعني تقريبا حققوا في مهرجان برلين برضو مرتين ورا بعض، مرتين ورا بعض، وعندك مرتين مهرجان كان كان ان مخرجة شاء الله مغربية، بيحققوها. وقصدي مجرية، وبعدين رومانية في آخر دورتين. يعني هاي تقريبا بتضيف برضو لمسة حلوة للمهرجانات بشكل نكهة عام، خاصة سواء حلوة نكهة بتكون. حلوة كمان. يعني شو بيميز مهرجان كان عن الأعوام السابقة وجهة بصي، نظرك؟ السياسة، سياسة. السياسة إنه مهرجان الجانب السياسي فيه قوي، والجانب الاجتماعي اللي هو فكرة مش أنت لوحدك، اللي هو التحرش، بيرفع شعار ضد التحرش. تمام. قبل كده في برلين واتكلمنا عنه، كان ايضا كان مرفوع، السنه دي ايضا مرفوع. الجانب الاجتماعي اللي عمله مهرجان كان انه صور السيلفي دي اللي بقت منتشره جدا قرروا منعها، كان الناس كانت تطلع على السجاده الحمراء يقعدوا نص ساعه عشان ده سيلفي وده سيلفي، كل ده اتلغى، قرار صارم، اللي هيصور سيلفي مش هيحضر عروض. نعرف كان يعني، قرار اكيد غريب. اكيد قرار غريب. يعني مهرجان كان بحد ذاته هو حدث كثير مهم بينتظروه العالم من سنه لسنه، وبشهر مايو يعني بكل سنه، حتى بنشوف انه الاهم، يمكن مش اذا فينا نقول الاهم، ولكن محطه كثير مهمه هي الريد كاربت، وبينتظروا مين الفنانين يلي رح يجوا ورح يتصوروا على الريد كاربت. اذا بدنا نحكي شوي عن اجمالا الافلام يلي المشاركه كلها بمهرجان كان، في شي فيلم حضرتك هيك يمكن مراهن عليه ممكن هو يفوز، او في شي فيلم مشارك يمكن بتحس انه هيدا بص، فيلم مهم نضوي عليه؟ في مثلا جعفر بناهي عنده، وده مخرج معارض ايراني. جعفر ممنوع انه يمارس المهنه اساسا في ايران، المهنه لمده 20 سنه، قرار غريب جدا عمرها ما تحدث في العالم، انه في حاجه يمنعك انك تمارس مهنتك، سيبك من اكل العيش، حتى الجزء المتعلق بالتنفس، يعني زي تبقى انت مخرج او مطرب، ما حدش يقول لك، يعني ده واحد. اتنين، ممنوع يغادر البلاد، ما يقدرش يغادر ايران. هذا المخرج هيتعرض فيلم في المسابقه الرسميه، طبعا هو مش قادر يغادر البلد، لكن ومش لاول مره، قبل كده ايضا الفيلم مشاهد المهرجان
مهرجان كان عمل نفس الحكاية. كان فيلم اسمه ليس فيلما سينمائيا، بيتريق يعني في نوع من السخرية، انت تمام بتعمل فيلم لكن انت مسميه ليس فيلم. يعني قبل كده كان عمل في برلين وخد الدب الذهبي اظن من 3 سنين بالكتير عن فيلم اسمه تاكسي. معناها ايه؟ ان الافكار موجودة قادرة على ان تحلق مهما فعلا، كانت اليد قابضة، لكن الفكر الفكرة هي السينمائي اللي راح قادر توصل يعبر. بالآخر أكيد. جعفر، وجود جعفر مهم، ورسالة، عشان كده قلنا سياسة، انه في جانب سياسي في الاختيارات، موجود صحيح. ولكن في النهاية بيحكمك الفن. طيب أستاذ طارق، يعني قبل ختام الفقرة، يعني آخر سؤال لحضرتك وباختصار بعد إذنك، قلت أنت قبل هيك إنه مهرجان كان لم يعني بمعنى إنه هو ما بيضحي بسمعته من أجل العرب، شو بتعني بهذا التصريح؟ لا، مش مسألة سمعته، أنا بقول إنه أكيد المهرجان لما بيختار فيلم عربي مش بيختاره عشان خاطر يعني يرضي العرب، لا، تمام، بيختاره لأنه بيحمل يعني فكر. أنا مبدئيا كنت حابة أفهم هاي هذا التصريح. بيحمل، زي ما بيختار مثلا فيلم إيراني مش لأنه معارض، تمام لا، لأنه أساسا في سينما. معاذ أصغر فرهادي، وده مخرج إيراني، هيعمل فيلم الافتتاح، صحيح كويس، صحيح، مش لأنه أصغر من الأساس إيران مش حباه أو السلطة هناك، صح. لا، لأنه عامل فيلم جيد يعني السياسة ما مهرجان. بتدخل بالمهرجانات، إيه؟ السياسة ما بتفوت بالمهرجانات بتلعب، بشكل عام، تلعب لكن دور، الأساس ولكن بيبقى مش، الإبداع. نعم صحيح. يعني نحن أكيد متشوقين لنشوف شو رح يصير بمهرجانات كان السنة، وأنا أكيد بأتمنى أكيد كل التوفيق للفيلم المصري والفيلم اللبناني. بالنهاية نادين لبكي كانت وما الصورة تنساش برضو المشرفة، المغربي أكيد والسوري كل بمناسبة الأفلام، نظرة ما، مظبوط، كل صح. الأفلام، ولكن أنا شخصيا بدي أتمنى كل التوفيق لنادين لبكي، لأنه كانت الصورة المشرفة عن لبنان وعن المرأة اللبنانية والعربية. شكرا لك أستاذ طارق أضم الشناوي، صوتي لصوتك بالمناسبة. شكرا، شكرا كلنا بنضم لك. صوتنا نادين لك تستحق كل خير. فعلا. نحن أكيد بنتشكرك، وعلى لقاء جديد معك الأسبوع شكرا القادم. شكرا شكرا، كثير لك. شكرا. شكرا.